السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ رمضان كريم عليكم. هيحصل تعديل في المحاضرة، أنا اللي هكون موجود معاكم النهاردة، واخترت لكم موضوع الباي باسنج، والمحاضرة دي مش هتغير، يعني هعمل لكم المحاضرة اللي هعملها في معادي برضو، لأن دكتور عمر للأسف حصل عنده ظرف، فمش هيقدر يكون موجود معانا النهاردة. فأنا قلت يعني أنقذ الموقف، وبدل ما اليوم يضيع عليكم نعمل محاضرة تانية في الإندو. استأذنكم بس يعني اعملوا منشن زمايلكم كده واعملوا شير لللايف، وإن شاء الله تبقى محاضرة جميلة ولذيذة. طبعا أنتوا متعودين على شرحي وأنا متعود عليكم، فمش مش غريب عليكم يعني. أول حاجة بس هنعملها برضو المسابقة اللي بنعملها كل مرة، ونشوف مين اللي هيفوز معانا النهاردة. طبعا انا ما كنتش مجهز لكم قوي، فاعذروني، بس هتبقى محاضرة جميلة ولذيذة وهتعجبكم ان شاء الله. اللي فاز معانا النهاردة دكتور عصام، الف مبروك يا دكتور عصام، الف الف مبروك. تواصل معايا عشان رقم دكتورة راديو ان شاء الله. طيب استأذنكم زي ما قلت، شيروا اللايف واعملوا منشن لزمايلكم، ودقيقة وهنبدأ على طول في المحاضرة بتاعتنا، واللي إن شاء الله زي ما قلنا تبقى مفيدة جدا بالنسبة لكم، لأن الموضوع اللي هيتشرح النهاردة، طبعا إحنا ما عملناش دعاية للموضوع، بس الموضوع اللي هيتشرح النهاردة يهم ناس كتير جدا. هنتكلم عن الباي باس، إزاي تعمل باي باسنج لبروكن فايل، المشكلة اللي بتبقى يعني صعبة على معظم الناس، وبيبقى نفسهم يعرفوا ازاي يحلوا الأزمة دي. فهستأذنكم بس منشنوا زمايلكم واعملوا شير لللايف عشان نبدأ على طول إن شاء الله. طبعا دكتور عمر زي ما قلنا حصل عنده مشكلة، ف بنعوض لكم الموضوع. طيب يلا بينا. انا حاولت حتى يعني بحاول لحد دلوقتي ان انا انتظر دكتور عمر، بس للاسف هو قال لي ان هو عنده ظرف طارئ ومش هيقدر يكون موجود. طبعا يعني انتوا عارفيني وانا عارفكم، فمش محتاجين بقى نقعد نقول انا فلان وكده، وانتوا عارفين انا مين، و هنبقى غراب على بعض خالص. بسم الله. الباي باس دكاترة، قبل ما نتكلم في الباي باسنج، طبعا انت لما بيجي لك حالة فيها بروكن دينا، لو سامحت دكتورة دينا، دكتورة دينا معلش حط الفيشة دي، الفيشة بتاعت بس بسرعة عشان هيبسط. انت لما بيجي لك حالة فيها بروكن فايل، انت محتاج تعمل ايه؟ احنا هنا محتاجين من الاخر كده ان انت بتعدي من جنب الفايل المكسور، تمام؟ بعدي من جنب الفايل المكسور. طيب عايزك تبقى فاهم حاجة مهمة قوي، ايه هي بقى؟ هو انا ليه اصلا محتاج اعدي من جنب الفايل المكسور؟ هل المشكلة عندي اصلا بتكون في الفايل المكسور؟ يعني خلينا كده نسألكم وردوا عليا. انت لما بيحصل عندك مشكلة، هل المشكلة بتكون في ان في فايل اتكسر، ولا المشكلة بتكون فين؟ ها حد يقول لي المشكلة بتكون ان في فايل اتكسر، والمشكلة بتكون في ايه؟ دكتور محمد بيقول مشكلة في الايبكس. بالظبط، برافو عليك. بص يا دكاتره، المشكله عمرها ما كانت في ان في فايل اتكسر عندي، المشكله بتكون في الجزء اللي تحت الفايل المكسور، يعني المشكله مش في المكان اللي فيه الفايل خالص، المشكله في المكان اللي تحت الفايل ده، تمام كده؟ طيب احنا عشان خاطر نوصل للمكان اللي تحت الفايل بنعمل ايه بقى؟ بنعدي فايل من جنب الفايل المكسور، فنقدر نوصل الاريجيشن
للمكان اللي تحت الفايل ده. فاول معلومه عايزك تبقى فاهمها ان عمر المشكله ما كانت في ان في فايل اتكسر معاك، المشكله ان في جزء تحت الفايل ده انت محتاج توصل له عشان تعمل له ديسانفكشن. تمام كده؟ طيب عشان اوصل للجزء ده بعمل ايه؟ بعمل باي باسنج او ريتريفر. فخلينا نتكلم على جزء الباي باسنج. تمام كده؟ طيب مين الاب الروحي للقصه دي؟ انا بشوف ان الاب الروحي للقصه دي هو مين؟ انا مش فاكر حتى اسمه، بس هو فيلم الطريق الى المينا ده. مين؟ استاذ نبيل الحلفاوي هو الاب الروحي للموضوع ده. ليه؟ لان هو اول واحد عمل باي باسنج للهريسه ولا بتاع اللي كان ماسكها دي، اسمها ايه؟ الحلويات اللي كان ماسكها عمال بيعمل فيها باي باسنج دي. انا بجيب الصوره دي دايما ليه؟ عشان اقول لك ان الموضوع فعلا زي ما انت شايفه في الصوره كده، الموضوع بقى متعب شويه، محتاج ان حضرتك يبقى عندك شويه صبر وتشتغل بالراحه نفس ما هو كان بيعمل كده في الفيلم. طبعا ما فيش حد ما شافش الفيلم ده الا لو حد بقى مواليد الالفينات دلوقتي بقوا خريجين. صحيح ماشي. احنا عندنا بروكن فايل زي ما قلت لك، المشكله عمرها ما كانت في الفايل المكسور. ايه الحاجه التانيه اللي ممكن تقابلك؟ انت حاجه من اتنين، يا اما الفايل ده حضرتك اللي كسره، يا اما الفايل ده جاي لك مكسور. يا اما الفايل ده انت اللي كسره، يا اما هو جاي لك مكسور. حالة ان الفايل جاي لك مكسور، فانت بتبقى تحط رجل على رجل وتبدا تتنك، والله ده انت عندك بروكن فايل، ده انت مش عارف ايه ده. فانت هنا بتبدا ايه يعني، تقعد مريح تحط رجل على رجل وبتبدا تتنك على العيان بتاعك. حلو كده. لكن في ازمه تانية بقى، ان ايه بقى؟ ان تكون انت اللي كسر الفايل. احنا انت ده بيبقى وضعك بالظبط، تبقى ايه بقى؟ وبعدين في الواقعه السوداء اللي انا فيها دي. فانت المشكله التانية ان تكون انت اللي ايه بقى؟ انت اللي كسر الفايل ده. خلاص؟ فبيبقى الوضع ساعتها ما بيبقاش كويس، بيبقى الوضع سيء. تمام كده؟ طيب احنا بنعمل ايه يا دكاتره؟ زي ما قلنا المشكله عمرها ما كانت في مين؟ في الفايل المكسور. فالمشكله في الجزء اللي تحت. في شويه فاكتورز بتعرفك اذا كان الباي باسنج ده، باي باسنج البروكن فايل ده هيبقى سهل ولا هيبقى صعب. طب الكلام ده مهم، الكلام ده مهم عشان خاطر لما تجي لك حاله تبقى عارف انت هتوعد ان الحاله دي هتحلها، هتعرف تحلها ولا مش هتعرف تحلها. خلاص؟ او انت لما يتكسر منك فايل تبدا تعرف اذا كان الموضوع ده هيطول ولا هياخر. لما يجي لك حاله فيها بروكن فايل او حاله ريتريتمنت وفيها بروكن فايل، تبقى انت عارف انت بتتكلم في ايه وبتتكلم ازاي، وعارف انت هتقول له الحاله هتبقى صعبه الحاله هتبقى سهله. فاهمني؟ ففي شويه فاكتورز كده بيحددوا السهوله والصعوبه بتاعت الفايل المكسور. تمام كده؟ ايه الفاكتورز دي؟ رقم واحد، في فاكتورز ريليتد للفايل. ايه الفاكتورز ريليتد للفايل؟ كروس سيكشن بتاع الفايل. تمام؟ كل ما كان الكروس سيكشن بتاع الفايل فيه سبيس اكتر، كل ما كان الباي باسنج اسهل. نوع الفايل نفسه، هل هو ستانل ستيل فايل تيبر 2 ولا فايل روتري؟ فهنا الفايل الروتري هيبقى اصعب من الستانل ستيل، لان الستانل ستيل فايل صغير. تمام كده؟ في فاكتور ريليتد للدنتست، انت عملت باي باسنج كتير قبل كده ولا اول مره تعمل باي باسنج؟ ايه وضعك؟ تمام كده؟ في فاكتورز ريليتد للتوس نفسها. ايه الفاكتورز ريليتد للتوس؟ توس دي انتيريور بوستيريور ابر لور. تمام؟ كل دي حاجات بتفرق. تمام كده؟ في فاكتورز ريليتد للكنال، ودي اهمهم، كروس سيكشن بتاع الكنال. كروس سيكشن بتاع الكنال كل ما كانت الكنال واسعه كل ما كان الباي باسنج اسهل. ايه الكنالز الواسعه او الاوفال ان شيب؟ احنا عندنا في اللور 6 مثلا الديستال كانال، في الابر 6 البلاتال كانال. فانا لو عندي فايل مكسور في اللور 6 في الديستال كانال هبقى عارف ان الباي باسنج سهل الى حد ما، لو مكسور في البلاتال كانال في ابر 6 هبقى عارف انه سهل الى حد ما، لكن لو مكسور في الميزيو باكل او الميزيو لينجوال لا، ببدا ابقى عارف ان الحاله هنا مش هتبقى سهله، الباي باسنج هنا مش هيبقى سهل. تمام؟ دكاتره صحيح انا ما سالتكوش، الصوت تمام؟ سامعني والصوت كويس ولا في مشكله؟ الصوت تمام يا دكاترة؟ الصوت بتاعي تمام؟ سامعني كويس؟ تمام ماشي. الفايل لما بيتكسر يا دكاتره، الفايل لما بيتكسر بيبقى ليه اسباب، هما سببين وركز معايا فيهم عشان تفهمهم، لان انت كل ما هتفهم اسباب كسر الفايل كل ما
هتعرف تحل الازمه دي ازاي وتقلل فكره الكسر معاك ازاي. تمام كده؟ طيب الفايل بيتكسر مني لسببين، حاجه اسمها سايكليك فاتيج وحاجه اسمها تورشنال ستريس. سايكليك فاتيج وتورشنال ستريس. سايكليك فاتيج يا دكتور ايه اللي بيحصل فيها؟ سايكليك فاتيج بتبقى عباره عن حاجتين ليها سببين، ايه هما بقى؟ رقم واحد ان احنا نكون شغالين في كيرف كانال، نكون شغالين في كيرف كانال، فايه اللي بيحصل؟ الفايل بيمشي في الكيرف كده. تمام؟ لكن الفايل نفسه بيبقى عايز يرجع لوضعه الطبيعي، الفايل بيبقى عايز يتفرد. فانت بتشده كده وهو عايز يتفرد كده. فالسايكليك فاتيج بيحصل لما يبقى الفايل عليه قوتين في اتجاهين عكس بعض. يعني انت في الكنال عايزه يمشي كده وهو عايز يتفرد كده، يمشي كده ويتفرد كده، فيحصل عليه سايكليك فاتيج. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو الفايل ده استخدم كتير بيحصل عليه سايكليك فاتيج ازاي؟ بيحصل عليه ان الفايل ده طول الوقت انت داخل في كنال، الكنال نفسها الوول بتاعها بيعمل عليه كومبريشن، وهو عايز ينزل لتحت بيحصل عليه تنشن، فدول اتجاهين عكس بعض. خلاص كده؟ فبيحصل ايه؟ بيحصل سايكليك فاتيج للفايل ده ويتكسر. بيحصل له سيبريشن، بيفك الاول وبعد كده بيتكسر. او بيحصل له سيبريشن زي ما تسميه عشان ما حدش يزعل مني. تمام كده؟ طيب في سبب تاني اسمه ايه بقى؟ اسمه خلينا في سايكليك فاتيج، تعالوا نشوف الفيديو ده الاول كده يوضح الدنيا شويه. بص كده الفايل بيتحرك في اتجاهين عكس بعض، في اتجاهين عكس بعض، في اتجاهين عكس بعض. فيجي عند الزاويه اللي بيتحرك فيها دي يبدا يحصل ايه بقى؟ يحصل السيبريشن بتاعك. خلاص؟ يبقى انت لما تكون في كيرفت كانال، لما هتكون في كيرفت كانال وبتتحرك، الفايل انت عايزه يمشي كده، لكن الفايل نفسه عايز يتفرد. فيحصل ايه بقى؟ يجي هنا كده يحصل هنا ايه؟ سيبريشن. تمام؟ هي دي السايكليك فاتيج. وصلت؟ تعالوا كده نكمل الفيديو. خلاص؟ طيب ايه السبب التاني بقى؟ قلنا انك تستخدم الفايل عدد مرات كتير قوي، هنا برضو هيحصل ايه؟ هيحصل سيبريشن. طيب في الريزون التاني هو التورشنال ستريس. يعني ايه تورشنال ستريس؟ هنا الموضوع بيبقى فيه حاجتين، في حاجه اسمها ستاتيك تورشنال ستريس، في حاجه اسمها ايه بقى؟ دايناميك تورشنال ستريس. يعني ايه بقى الاثنين؟ الستاتيك تورشنال ستريس باختصار يا دكتور ان الفايل يدخل بيك في كنال، يمسك في الوول بتاع الكنال من تحت، ينجيج في الدنتين من تحت، فايه اللي يحصل له؟ الفايل ما يبقاش قادر يلف فيقف من تحت. لكن هل الماتور فوق هيبطل لف؟ لا، لان ده ماتور. لما تبقى شغال بالروتري بتاعك وداخل في الكنال، الفايل في التب بتاعته هيحصل لها انجيجمنت في الدنتين، فهتقف لان الدنتين نفسه هيمسكها، لكن باقي الفايل من فوق هيفضل يلف. فيحصل ايه بقى؟ يحصل ان في جزء واقف ما بيلفش وجزء من فوق بيلف، فيبداوا يسيبوا من بعض. تمام؟ لو حد مش فاهم حاجه يقول، حد مش فاهم حاجه يقول. تمام؟ طيب الريزون الثاني في التورشنال ستريس ان بيحصل ايه بقى؟ ما بيحصلش كده، بيحصل ايه؟ بيحصل حاجه اسمها دايناميك تورشنال ستريس. يعني ايه دايناميك تورشنال ستريس يا دكتور؟ يعني انت دخلت في الكنال من تحت الفاير حصل له انجيجمنت، هو ما وقفش، هو بيلف بس بسرعه اقل من اللي انت ظابطها. يعني المفروض ان الفاير كله بيلف بسرعه 300 لفه في الدقيقه، من تحت حصل له انجيجمنت في الدنتين فبقى بيلف بطيء، بقى بيلف بسرعه 50، لكن الفايل من فوق لسه بيلف بسبيد 300. فيبدا يحصل، يعرف انت لما يبقى في واحد بيجري وصحته حلوه شويه وفي واحد مش قادر يجري وماسكين في بعض، هيحصل ايه؟ انا بجري بسرعه واللي ورايا بطيء شويه، هشده شويه في الاول، لكن اول لما هبدا اجري واكمل جري وهو مش قادر يجري هبدا اعمل ايه؟ هجرجره شويه في الارض كده، وبعد كده مش هستحمله اقوم سايبه اقوم راميه. صح كده؟ فهو ده اللي بيحصل، الفايل من فوق بيلف بسرعه عاليه والمن تحت مش قادر يوصل للسرعه دي لانه حصل له انجيجمنت في الدنتين. يحصل ايه بقى؟ يقوم الجزء اللي فوق سايب اللي تحت، هو حرفيا هو مش بيسيب اللي تحت، هو بيسيبك انت. يعني حرفيا الفايل بيطلع ويرميك انت جوه الكنال، عيش بقى. خلاص؟ بصوا كده في جزء واقف لكن الماتور من فوق شغال. الجزء اللي واقف هنا اللي انت شايفه ده اعتبره ده الدنتين اهو. الفايل من هنا حصل له انجيجمنت حوالين الوول بتاع الكنال، لكن من فوق لسه عمال بيلف. فيحصل التورشنال ستريس ده، الفايل يبدا يفك وبعد كده يحصل له ايه؟ يحصل له سيبريشن. خلاص كده؟ تمام يا دكاتره؟ في حد مش فاهم الجزئيه اللي قلناها دي؟ ها؟ في حد مش فاهمها؟
طيب طبعا المحاضرة والله أنا نفسي ما حضرتلهاش حاجة، ف أتمنى إن أنتوا تكونوا فاهمين. يعني إحنا مش هنتكلم في قصة البريفنشن خالص، مش موضوعنا النهاردة. بصوا، دي حاجة مهمة أوي دكاترة، إن أنت تعمل انسبكشن للفايل بتاعك. فايل الروتر يا دكاترة، لو أنا أخدت بالك هتلاقيني كل شوية بقول لك إيه، بيفك وبعد كده بيتكسر، بيفك وبعد كده بيتكسر. فالمفروض ان انت طول الوقت بتبص على الفايل. ببص على ايه في الفايل؟ ببص على الفلوتس بتاعته دي. لو لقيت في جزء منها فك بالمنظر ده كده، شايف الفكه دي، يبقى ما تشتغلش بالفايل ده تاني، لان الفايل ده هيتكسر. الفايل ده هيتكسر، ما تشتغلش بيه تاني. خلاص؟ طيب، الفايل اللي انا عايز استخدمه في الفايلات اللي انا عايز استخدمها في الباي باسنج، رقم واحد يا دكاتره ان انت تستخدم فايل جديد. طيب رقم اتنين، ودي المهم واللي انت ما بتاخدش بالك منها، ان الفايل ده يكون شورت. يكون ايه؟ شورت. الفايلات يا دكاتره بتيجي بلنسات مختلفه، في 21 و31 و25، تمام؟ اه 25، وفي ال 31 اللي هو اللون، تمام كده؟ احنا محتاجين ايه؟ محتاج الفايل القصير، الفايل الشورت. خلاص كده؟ تمام؟ طيب الباي باسنج ده بيتقسم لخطوتين مهمين قوي. ايه هما بقى؟ اول خطوه انك تجيب كاتش، انك تجيب ايه؟ كاتش. تاني خطوه انك تكمل في الكاتش ده. طيب احنا بنستخدم ايه؟ عشان تجيب الكاتش محتاج كي فايل. كي فايل، وفي بعض الحالات الصعبه بنستخدم سي فايل. طب عشان اكمل، يا اما كي فايل يا اما دي فايل. عايزك تبقى عارف المعلومة دي وهفهمها لك كمان شوية، تمام كده؟ طيب في معلومة مهمة قوي لازم تبقى عارفها عشان اتكلم معاك في باي باسنج. ايه هي بقى؟ ان في حاجة اسمها انر وول واوتر وول. حاجة اسمها انر وول، حاجة اسمها ايه؟ اوتر وول. يعني ايه انر؟ يعني ايه اوتر؟ واعرفهم ازاي؟ بص يا باشا، الاوتر وول هو الوول اللي بعيد عن الفوركيشن. الانر وول هو الوول اللي ناحية الفوركيشن. بص هنا كده، ادي كنالة اهي، في وول الناحيه دي كده عكس اتجاه الفوركيشن اهو، وفي وول جوه كده ناحيه الفوركيشن دي. خلاص كده، الاوتر وول هو الوول اللي عكس اتجاه الفوركيشن، انر وول هو الوول اللي ناحيه الفوركيشن، تمام كده. طيب المعلومه دي مهمه، مهمه جدا فوق ما تتخيل. خلاص كده، طيب بص يا حبيبي، انا عرفت ان في اوتر وفي انر. هقولها لك بطريقه تانية تسهلها عليك عشان ما تتعبش نفسك. لو سالتكم دلوقتي دكاتره وقلت مثلا الميزيو باكال كانال، الاوتر وول بتاعها ايه؟ فلور 6، قلت لك يا دكتور، رحت جاي لك كده قلت لك الميزيو باكال كانال الاوتر وول بتاعها فين؟ ناحيه فين؟ تقول لي ايه؟ يعني جاوبوا كده في الكومنتس وانا متابع. دكتورة روان بتقول ديستو باك، دكتورة هند ميزيل. حد عنده إجابة تانية؟ الأبر الإنر ناحية الكير للأنسي، ميزيل يعني، ميزيل ديستو لينجوال. أنا قلت الأوتر، ماشي. حد عنده اجابات تانية يا دكاترة؟ بص يا دكتور، انا هسهلها لك خالص مش هتعبك. لما حد يجي يسألك ويقول لك الاوتر وول ويقوم قايل لك اي حاجة، اي حاجة، يعني مثلا قلت لك الاوتر وول بتاع الميزيو باكل، روح ردد عليا الكلمة اللي انا قلتها لك، قول لي ايه بقى؟ قول لي ميزيو باكل. يبقى الاوتر وول بتاع الميزيو باكل كانال ميزيو باكل، الاوتر وول بتاع الديستو باكل ديستو باكل. طب عايز اعرف الانر، اعكس الزاويتين، اعكس الزاويتين، يبقى الميزيو باكل الانر بتاعها ديستو لينجوال. طب الديستو باكل يبقى ايه بقى؟ ميزيو لينجوال. احنا ابر، يبقى ميزيو بلاتا. خلاص، يبقى الاوتر وول هو نفس اسم الكنال، الانر اعكسه، اعكس ازاي؟ اعكس الاسم، تمام كده، ماشي.
في معلومة مهمة قوي عايزك تبقى عارفها. ايه هي بقى؟ الفايل بتاعك مهما كان فليكسبل، مهما كان فليكسبل، فالفليكسبيلتي بتاعت الفايلات بتكون مشروطة، يعني ليه في شروط كده عشان اي جسم صلب في الاخر يبقى فيه فليكسبيلتي. ايه هي الشروط دي؟ بص يا سيدي، رقم واحد، فليكسبيلتي بتاعت الاجسام الصلبة بتيجي من طولها ومن الديامتر بتاعها، تمام، ومن المادة المصنوعة منها. حاجة أخيرة والمهمة إن الحاجة دي تكون فري، تمام كده. طيب اللي عايز أقوله لك إيه، الفايل بتاعك بقى اللي أنت ماسكه بتقول الفايل بتاعي فليكسبل والدنيا فيه زي الفل، لو أنت قطعت منه 4 مللي ومسكت ال 4 مللي في إيدك دول وأنا قلت لك اتنيهم، هتعرف تتنيهم؟ تفتكر إنهم هيبقوا فليكسبل؟ يعني قول لي كده في الكومنتس يا دكاتره، لو انت كسرت 4 مللي من اي فايل مهما كانت الفلكسبيليتي بتاعته واديتك في ايدك كده وقلت لك اتنيل الحته دي، هتلاقيها فليكسبل ولا لا؟ ها، برافو يا دكاتره، تمام، مش هتلاقيها فليكسبل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفايل يا دكتور لما هيتكسر في كنال ويبقى فيه 3 4 مللي مكسورين ولا 5 مللي، مش هياخدوا شكل الكنال، مش هيفضل فليكسبل كده واخد شكل الفليكسبيليتي بتاعته، لا، الفايل هيحصل له ايه؟ يبقى عايز يتفرد، عايز يبقى مفرود لان ما عادش فيه فليكسبيليتي. حلو كده؟ تعال نكمل. اللي عايز اقوله لك بقى ايه؟ احنا دلوقتي في البايباسنج ده، بندور على فراغ جنب فايل مكسور، بندور على سبيس، صح. طب انا عايز اعرف السبيس هلاقيه فين، هلاقيه في انهي ناحيه بالظبط، تمام كده. طيب بص يا دكتور، انا قلت لك ان الفايل هيتفرد، لما الفايل هيتفرد يبقى هيروح على ناحيه، هيميل على ناحيه وهيسيب ناحيه. تفتكر من الصوره اللي قدامك دي الفايل لما بيتفرد بيريح، يعني بيسند ناحيه الاوتر من فوق، ناحية الأوتر ولا ناحية الإنر؟ أنت شايف إيه؟ ها؟ تمام، يعني برافو عليك يا دكتور، برافو. يبقى الفايل هيريح فين؟ أوتر، صح كده؟ يبقى السبيس بتاعي بقى هلاقيه فين؟ هلاقيه انر، تمام؟ طيب يبقى انت يا دكتور مطلوب منك ان حضرتك لما تيجي تعمل باي باسنج تعمل بري كيرف للفايل بتاعك تتني وتدور على سبيس ناحية فين بقى؟ ناحية الانر. ناحية فين؟ ناحية الانر. طيب بص هنا كده هتلاقي الفايل مريح فين برضو؟ اوتر. يبقى انا لما هاجي ادور على سبيس هدور عليه فين؟ انر، خلاص. طيب احنا بنعمل باي باسنج ازاي؟ بص يا دكتور باختصار، اول حاجه لازم تعالج المشاكل اللي كانت موجوده. يعني ايه؟ يعني تيجي قبل الفايل المكسور وتعمل بري كليرنج، وسع فوق، ما هو الفايل اللي اتكسر ده ممكن يكون اتكسر بسبب ان الكنال ما اتعملهاش بري كليرنج اصلا. لو الاكسس بتاعك نفسه فيه مشكله يبقى تعالجها الاول، تعالج المشكله بتاع الاكسس الاول، خلاص، وبعد كده تروح للي بعدها، تمام. ولازم وانت بتعمل بري كليرنج بنشيل حاجه اسمها الدينجرس زون، تمام. لما بنيجي نعمل بري كليرنج والفايل هو خارج بنخرجه ناحيه الاوتر وول عشان يشيل الحته المثلثه اللي هي الدينجرس زون دي، خلاص. طيب بعد كده انا ما انصحكش تستخدم سي فايل خالص الا في الحالات اللي انت مش عارف تجيب فيها كاتش نهائي، تمام. بنستخدم ايه بقى؟ بنستخدم كي فايل يكون شورت اللي هو ال 21، وبعمل فيه بري كيرف، وبوجه الفايل بتاعي ناحيه فين بقى؟ ناحيه الانر. طب هوجهه ازاي يا دكتور؟ الاستوبر بتاعتك اي فايل 10، الاستوبر بتاعتك الصفرة دي بيكون فيها حته بارزه او بيكون فيها خط اسود كده او ابيض، كل الفايلات بيكون فيها العلامه دي. العلامه دي مش محطوطه هباء، مش محطوطه كده، العلامه دي محطوطه عشان خاطر لما تتني الفايل بتاعك او تحب توجه الفايل بتاعك بتخلي اتجاه الكيرف ده ناحيه العلامه دي، فبالتالي لما يدخل في الكنال، تعرف توجهه. اوجهه ازاي؟ اوجهه بالاستوبر اللي فوق، بخلي اتجاه الاستوبر اللي انا ظابط الكيرف بتاعي مع اتجاه الاستوبر، بخلي اتجاه الاستوبر دي ناحيه الانر، لان انا عرفت ان السبيس هلاقيه فين؟ هلاقيه انر،
خلاص كده. طيب بتني الفايل وبدخل ناحيه الانر وول، بعد كده ببدا ادور على حاجه اسمها الكاتش يا دكاتره. يعني ايه الكاتش؟ يعني حضرتك بتدخل ناحيه الانر وبتبدا تتحرك مزيا، بتبدا تتحرك يمين وشمال، وانت بتتحرك بتخبط كده تنقر كده. طب انا بخبط بنقر كده ليه؟ بعمل الحركه دي ليه؟ الاستروكس دي ليه؟ عشان خاطر في مره وانت بتعمل كده هتلاقي الفايل بيمسك في حاجه. هو مسك في ايه؟ الفايل مسك في السبيس اللي ما بين الفايل المكسور وما بين الوول بتاع الكنال، اتحشر هنا، فعشان كده بيعمل كاتش، بيمسك. خلاص؟ طيب بنعمل الاستروكس دي لحد ما نلاقي الكاتش ده. اول لما تلاقي الكاتش بتبدا تعمل واتش وينج بتاعك. خلاص كده؟ طيب بص يا دكتور، انت بعد ما بتعمل واتش وينج الحاله مش هيحصل لها باي باسنج مره واحده. مش هيحصل لها باي باسنج مره واحده، يعني ايه؟ يعني مش من اول ما تجيب فايل 10 وتدخل هتلاقي الدنيا بتجري. ايه اللي هيحصل معاك؟ هتلاقي الفايل نزل ملي او اتنين وبعد كده وقف. فدايما بتعمل ايه بقى لما الفايل بيوقف؟ بتجيب دايما فايل 10 وانت بتعمل باي باسنج، بتعمل واتش وينج خمس ست مرات وتخرج تبص على الفايل بتاعك. تمام؟ وبعد كده بعمل ايه؟ بوسع فوق. يعني الفايل بتاعي ده نزل ملي او ملي ونص جنب الفايل المكسور، اطلع واوسع بفايل 15 مانوال وفايل 20 مانوال، وبعد كده ارجع لفايل 10 تاني، وكل ما انزل ملي او ملي ونص اوسعهم بفايل 15 مانوال وفايل 20 مانوال وارجع لفايل 10 تاني عشان اقلل التورشنال ستريس اللي بيحصل على الفايل وهو نازل. تمام كده؟ طيب بفضل بالطريقه المانوال دي لحد ما اوصل لكام؟ اتليست يا دكاتره فايل 25 مانوال. طب لو انت هتكمل الحاله مانوال يبقى هتوصل لفايل 30 مانوال وبعد كده تعمل اوبتيوريشن بتاعك. لو انت عايز تكمل الحاله روتري يبقى اتليست توصل لفايل 25 مانوال وبعد كده تشتغل بكت، تكون تيبر 4، تيبر 4 تمام، وتبدا بفايل صغير يعني يكون فيها على الاقل فايل 15، ما ينفعش تبدا بفايل 20 على طول. تمام كده؟ وفايل 15 ده لما تيجي تشتغل بيه لازم تشتغل ستروكس ولازم تشتغل بالراحه، وما تشغلش جهاز الروتري بتاعك نهائي غير لما يعدي الفايل المكسور. يعني الفايل المكسور على اللينس 16، لما الفايل الروتري ده يبدا يوصل للينس 17 معناه انه عدى ودخل جنب الفايل المكسور تبدا تشغل الجهاز بتاعك، ما تشغلوش بره. وصلت؟ خلينا بص يا خط الدكاتره، دي خطوه البري كيرف اهي. بص كده ادي العلامه اللي في الفايل بتاعك، تبدا تجيب تويزر تمام، تيجي على اخر 2 مللي او 3 مللي وبتعمل فيهم ايه؟ تعمل فيهم بري كيرف يكونوا في نفس اتجاه العلامه بتاعتك دي. تمام؟ يكونوا في نفس الاتجاه اهو. خلاص؟ تمام يا دكاترة؟ لحد دلوقتي الدنيا واضحة ولا عيد حاجة؟ ها؟ انا والله دكاتره ما حبيتش ان انا، يعني انا كان ممكن نلغي اليوم بس انا ما حبيتش ان ده يحصل، فعشان كده هعيدها تاني يا دكتور، هعيدها تاني. حاضر. يبقى رقم واحد يا دكاتره اول حاجه بعملها ان انا بعمل بري كيرف للفايل زي ما شفنا في الفيديو، زي ما شفنا في الفيديو بعمل بري كيرف للفايل. تمام؟ هوريكي فيديو يا دكتوره هند حاضر، هوريكو فيديو يا دكاتره ازاي بتعمل ستروكس. تمام؟ بعد كده بعمل ايه؟ بعمل بري كيرف للفايل وبوجهه ناحيه الانر عشان اجيب سبيس ناحيه الانر، لان انت لو جبت سبيس ناحيه الاوتر هيحصل عندك مشكله اقولها لك، ممكن تكون بتحصل عندك وانت اصلا مش عارف هي بتحصل ليه. خلاص كده؟ طيب هنا دكاتره انا ناحيه الانر ولا ناحيه الاوتر؟ بصوا كده في الفيديو ده. انا هنا انر ولا اوتر؟ ها هنا انر ولا اوتر؟
بالظبط كده، هنا ان. طيب كملت وعملت الباي باسنج اهو، خلاص هنا انر ولا اوتر يا دكاتره؟ هنا انا كده انر ولا اوتر؟ اللي فاتت الاولى دي انر يا دكاتره، لكن دي انر ولا اوتر؟ برافو يا دكتور احمد، اوتر. لا في دي انا اوتر، خلاص كده. طيب ليه يا دكتور انت كملت باي باسنج في الحاله دي من الاوتر، مع ان انت بتقول المفروض اعمل باي باسنج ناحيه الانر؟ لان في نوع من الفايلات يا دكاتره بيبقى شكله ايه بقى، ثانيه واحده انا سبقنا اهو ده، تمام. في نوع من الفايلات يا دكاتره بيبقى اسمه فلات سايد، يعني ايه؟ يعني الفايل بيبقى في ناحيه منه اصلا ما فيهاش، تعملش كاتنج خالص. بص هنا كده هتلاقي الجزء ده من هنا في ايه بقى، في الفلوتس اهو اللي بتعمل بيها الكاتنج، لكن الناحيه التانيه فلات. الناحيه الفلات دي بتكون عباره عن سبيس، الجزء اللي كان المفروض يكون فيه فلوتس اتقطع بقت عباره عن سبيس. فالفايل ده لو انت شغال فيه بتلاقي البايباسنج سهل، انر اوتر مش هتفرق، الناحيه اللي فيها الفلوتس اللي مش موجوده دي هتلاقي الفايل بيعدي منها بسهوله، تمام. هي ميزه في الفايل ان البايباسنج بتاعه سهل، لكن الفايل برضو بيتكسر بسهوله، اسرع واسهل، انت تبقى عارف، خلاص كده تمام. طيب هو ايه المشكله يا دكتور ان انا اعمل بايباسنج من ناحيه الاوتر؟ يا ريت لو حد حصل معاه اللي انا هقوله ده يقول في الكومنتس عشان الناس تبقى فاهمه. بص يا دكتور، الفايل بيريح وبيسند ناحيه الاوتر، طب ايه المشكله في دي؟ المشكله في دي ان انت لو عملت بايباسنج من ناحيه الاوتر ووسعت ناحيه الاوتر، الفايل بعد ما توسع وتفضي وراه هيريح تاني. فساعات بتحصل معاكم ان ايه اللي يحصل بقى، انك تعمل باي باس وتعدي الفايل 10 و15 و20 وتبقى قربت يا عيني تخلص، ومره واحده ايه اللي يحصل، تيجي تدخل بالفايل اللي هو 25 تلاقي الفايل ما بيدخلش، فتفتكر ان العيب عشان الفايل كبير، ترجع تاني الفايل اصغر فايل 10 تلاقيه برده ما فيش، ما بيعديش للفول لينث زي من شويه ما كنت بتعدي. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ ان السبيس اللي حضرتك عملته ورا ده الفايل ريح فيه تاني، لان انت عملته في المكان اللي هو كده كده بيريح فيه، في الجزء اللي هو هيسند عليه، تمام كده. فعشان كده ما انصحكش تعمل باي باسنج ناحيه الاوتر، وتحاول تعمله انر. طب يا دكتور لو الحاله كملت معايا اوتر رزقك، هي الفكره انا بقول لك ليه ما تعملوش، لان زي ما قلت لك انت لو عملته من الاوتر ممكن تيجي بعد ما توصل لفايل 10 و15 و20 تيجي تدخل تاني في فايل بعديه تلاقيه ما بيعديش، ترجع لفايل 10 برضه تلاقيه ما بيعديش لان الفايل ريح تاني، خلاص. طيب بصوا هنا كده مثلا دي حاله ريتريتمنت، شلنا الجتابركه، هنا ناحيه الانر ولا اوتر يا دكاتره؟ سيبك من ريميننج جتابركه دي هنشيلها، هي اصلا انا جبت الصوره اللي بعدها على طول، تمام. بصوا هنا كده ادي الفايل اهو، هتلاقي انا عامل بري كيرف للفايل هنا اهو وموجهه ناحيه فين؟ الانر. ليه؟ عشان ما اروحش اوتر، خلاص. بص كده عديته من الانر خالص اهو وكملت الباي باسنج بتاعي، تمام. هنا الحاله دي كان فيها 3 بروكن فايل، هنا عديت ايه يا دكاتره؟ انر ولا اوتر؟ انر، في كل الفايلات المكسوره انر، خلاص. ليه؟ عشان ما يحصلش معايا المشكله بتاعت ان انا بعد ما اعمل باي باسنج الاقي نفسي محتاج اعمله من الاول تاني، ده غير ان انت هتلاقي السبيس اسهل ناحيه الانر مش ناحيه الاوتر، خلاص. زي ما قلت لك ممكن تجمل الحاله مانوال، هنا كملتها روتري، لو كملتها مانوال هتبقى صعبه في الاوبتيوريشن، لو كملتها روتري هتبقى صعبه في الشيبنج. ليه؟ لان فايل الروتري حرفيا هو داخل جنب فايل مكسور بيعمل تك 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 تك، تحس ان في مصيبه، خلاص. طبعا الفايل التالت اللي فوق ده شلناه لانه كرونالي خالص فطلعناه، تمام كده. طيب هنسأل سؤال مهم، ايه هو بقى؟ لو انا عندي فايل دكاتره في كنال شبه دي واتكسر هنا كده، كنال تايب 2 شبه دي، اعمل له باي باسنج انر ولا اوتر؟ ها
انر ولا اوتر يا دكاترة؟ ماشي، حد بيقول انر وحد بيقول اوتر. بص دكاترة، في حالة شبه دي انا قلت لك ان المشكلة مش في الفايل المكسور، المشكلة في الجزء اللي تحت الفايل. الجزء اللي تحت الفايل ده انت ممكن بكل سهولة توصل له من الناحية التانية من هنا كده. فانت في حالات التايب 2، تايب 2 شبه ايه؟ لو انت كسرت فايل في لور 7 مثلا، في الديستال كنال، كانوا 2 كانالز وكسرت فيها فايل، او حتى اللور 6، تمام؟ كسرت فايل، لو عملت كوم بيم وعرفت ان الحاله تايب 2، حضرتك مش محتاج تعمل باي باسنج خالص، ممكن توفر على نفسك وقت ومجهود. وتعمل ايه بقى؟ تعمل اوبتيوريشن من الناحيه التانيه، وتعمل اريجيشن بروتوكول محترم الاريجيشن، اعمل ديس انفكشن للشويه اللي باقيين هنا، وتحط بقى سيراميك سيلر هيملى لك السبيس ده، وخلصت الحاله بدون باي باسنج خالص، وتشتري دماغك. تمام كده؟ يبقى انا لو عندي فايل مكسور في كانال تايب 2، انا مش محتاج اعمل له باي باسنج. ماشي يا دكاترة؟ بصوا كده، عشان تفهم موضوع التايب 2، السيلر لما احطه من هنا بيطلع من الناحية التانية اهو. انت لما تيجي في حالة تايب 2 هتحط السيلر يملى لك السبيس اللي تحت. طب يا دكتور، الجزء اللي باقي فوق من الكنال، يعني انت هتحط السيلر من هنا، هو هيدخل في الفراغ ده، والجزء اللي فوق هتملاه من فوق بس، خلصت. خلاص؟ طيب نيجي للسؤال ده يا دكاتره، امتى اسيب فايل مكسور؟ امتى اسيب فايل مكسور وما اعملوش باي باسنج خالص؟ واردم عليه زي ما بيقولوا. امتى اردم؟ امتى اردم ردم طبي؟ انت تردم وانت مش قلقان يعني. احنا قلنا ان المشكله مش في الفايل، المشكله في الجزء اللي تحت الفايل. فببساطه، لو الجزء اللي تحت الفايل ده كان وصل لمرحله ان هو ديس انفكتد، معمول له ديس انفكشن، يعني من الاخر ايه؟ يعني فايل مكسور ايبيكالي، مكسور في الجزء اللي تحت، مفيش اصلا جزء تحتيه، وفي اللاست ستيج بتاع الشيبي، من الاخر كده انت عملت اريجيشن كويس، وصلت مثلا لفايل 25 تيبر 4، والفايل ده اتكسر ايبيكالي، او فايل 30.4، او فايل 25.6، اي حاجه من الفايلات اللي ليها ماستر كون. تمام كده؟ اي حاجه من الفايلات اللي ليها ماستر كون. تمام؟ فانت بتكون اوريدي عملت ديس انفكشن، دخلت في فايلات واحد واثنين وثلاثه وعملت اريجيشن كتير كتير كتير، فبالتالي المكان ده بيبقى حصل فيه ديس انفكشن، واتكسر فيه فايل وقفل جزء الايبيكالي ده، فبنعمل ايه؟ بنعمل اوبتيوريشن فوقيه. تمام كده؟ بصوا هنا كده، هنا ايبيكالي فراكشر ذا فايل في اللاست ستيج من الشيبنج. انا لو وريتك الصوره دي وانا مش بتكلم في باي باسنج، ممكن ما تاخدش بالك ان فيها فايل مكسور اصلا. خلاص؟ تمام. طيب لما تيجي تردم زي ما بيقولوا، يعني هوريكم فيديو كمان كده، وان شاء الله لما تيجي تقفل عايزك تبقى عارف حاجه واحده. ايه هي بقى يا دكتور؟ انت اتكسر منك فايل مثلا 30 تيبر 4، اتكسر منه 2 3 مللي، عشان تخلي شكل الاكس راي حلو، كسر منك 2 3 مللي. الجتابيركا دي، الجتابيركا دي نفس حجم الفايل، يعني الفايل ال 30 4 هو نفس حجم الجتابيركا ال 30 4. تمام كده؟ فالمفروض حضرتك تعمل ايه؟ لما فايل 30 4 يتكسر منه 3 مللي، قص من الجتابيركا ال 3 مللي، عشان الفايل والجتابيركا يبقوا ماشيين مع بعض. تمام كده؟ انا لو وريت كمان الدكتور هند الماستر كون، هتلاقي الدنيا شكلها ألذ من عدم وجود السيلر كمان. تمام كده؟ فلما يتكسر منك فايل، قص الشويه دول عشان الموضوع يبقى ايه؟ هوموجينس كده، شكلهم لذيذ، ما تبقاش في حته رفيعه مع حته عريضه. تمام؟ يعني زوق الموضوع، ما تبقاش ماشي؟ طبعا هي المحاضره سريعه، معلش اعذروني، بس يعني احنا بنحاول ننقذ الموقف. هعرض لكم يا دكاترة فيديو، لأن في دكتور، في حد سألني إزاي بشوف موضوع الاستروكس ده، فهوريكم فيديو ثانية واحدة.
أهم حاجة أنتوا فهمتوا بس الجزء اللي اتشرح. أنا عارف المحاضرة قصيرة وصغننة وماشي يعني، ما طولتش معاكم، بس يعني اعذروني. هوريكم فيديو كده هيوضح لكم القصة خالص. أهم حاجة بس قبل الفيديو، في حد مش فاهم حاجة أو حد عايز يسأل سؤال، ولا ندخل في الفيديو؟ ندخل في الفيديو وبعد كده حتى لو حد عايز يسأل سؤال يبقى نجاوب عليه. حاضر. بصوا كده يا دكاترة، أول حاجة حضرتك هتعملها إن أنت هتجيب الفايل بتاعك، أدي العلامة السوداء أهي أو الجزء اللي بيبقى بارز زي ما يكون، أي علامة في الفايل، وبعمل إيه؟ باجي على آخر الفايل كده وبعمل بري كيرف للجزء ده، تمام؟ هنا فايل مكسور اهو، صح؟ بصوا كده يا دكاتره، لو خدت بالك الكيرف بتاع ال، انتوا شايفيني هنا كده، هتلاقي الكيرف عامل كده في الاول، هتلاقيني مخلي العلامه دي ناحيه الاوتر، خلي العلامه ناحيه الاوتر، تمام؟ ماشي، وبشوف هل في كاتش ولا لا، هتبقى فاهم. بصوا كده بخبط اهو اوتر، بصوا كده العلامه فين؟ في ناحيه الاوتر اهو، مش ناحيه الانر، مفيش كاتش، عمال بلفها ورايح ناحيه الانر اهو. بصوا كده ايه اللي هيحصل دلوقتي وانا بلف في الانر، بصوا كده اهو، ده الكاتش يا دكتور، انا بلف عشان ادور على الكاتش ده. الكاتش ده معناه ايه؟ معناه ان الفايل من تحت دخل في السبيس ما بين الفايل المكسور واللور بتاع الكاميرا. ببدا ايه؟ ابدا اعمل واتش وايننج اهو، طبعا الفايل مش هيعدي من مره واحده، ده الكاتش اللي بقول لك عليه. خلاص ابدا اعمل واتش وايننج اهو، ابدا الفايل يعدي جنب، طبعا مش هنطول في الفيديو لحد الاخر كده، خلاص؟ بس اللي عايز اقوله لك ده فكره الكاتش، ان انت محتاج الكاتش ليه؟ عشان تبقى عارف ان الفايل دخل في السبيس اللي ما بين الكنال وما بين الفايل المكسور. اتمنى ان المحاضره تكون كانت مفيده وان اكون ما قصرتش معاكم. طبعا محاضرتي هتبقى في اخر يوم، وان شاء الله هتبقى يعني هتبقى موضوع يهمكم، وان شاء الله تبقى احسن، يعني هبقى مجهزها لكم احسن من كده كمان ان شاء الله، وهتبقى في موضوع تاني. يعني المحاضره دي تعويضيه، لا تغني خالص عن المحاضره اللي هنشرحها في اخر المؤتمر. اتمنى ان انا اكون ما قصرتش معاكم، وانا معاكم في الاسئله لو حد عنده اي سؤال يسال وانا تحت امره. مع بعض كمان 10 دقائق المحاضره دكاتره، يعني هنلغي يعني المحاضره دي، ما مش هتتحسب من الحضور، مش هنزل لكم لينك تسجيل حضور ولا اي حاجه خالص، تمام؟ ممكن نحط سؤال او مش عارف والله اعمل ايه يعني. دكتورة، طب ليه العلامة خليتها toward external؟ حلو يا دكتورة هند، ده فيديو تعليمي، تمام؟ فأنا بس بحاول أوضح لك إن أنت لما هتيجي تدوري أوتر مش هتلاقي السبيس. في بعض الدكاترة لما بيجي، يعني إيه القصة دي؟ يعني من الآخر يا دكتورة، الفايل بيبقى مكسور غالبا في كيرف، فأنت لو ما تنيتيش الفايل هيروح فين بقى؟ هيروح ناحية الأوتر، يعني أنت لو ما وجهتهوش إنر هو بيخبط اوتر. فباجي اقول للدكتور مثلا هات كاتش، دور على سبيس، فالدكتور يجيب الفايل ويدخل في الكنال ويقعد يخبط ما يلاقيش. ليه؟ لان هو ما وجههوش. فانا بحاول افهمك ان انت لو ما تنتيش الفايل ووجهتيه ناحيه الانر مش هتجيب الكاتش ده. وحتى لو جبتيه بالعافيه، بعد شويه بعد ما تعدي الفايل 10 15 الفايل هيريح تاني. بروتوكول الاريجيشن في حالات الباي باسنج نفس الحالات العاديه، انا بستخدم الصوديوم الفول كونسنتريتد مع الايديتا سوليوشن، تمام؟ وطبعا اكتيفيشن، وبفصل بينهم بصلاين. وحتى الايديتا سوليوشن ميزتها عن الكلوركس دي ان انت حتى لو ما فصلتش بصلاين مش هيحصل ازمه. دكتوره زهراء بتقول لو هكمل بمانوال فايل اوصل لحد فايل كام؟ اتليست 30، اتليست فايل 30، اتليست اقل حاجه فايل 30، ممكن 35، يعني بلاش تتوسع توصلي اكبر من كده. فايل 30 كويس جدا، كافي جدا. فكره كلها ان الاريجيشن يوصل، الاريجيشن يوصل، وبعد كده تحطي جتابيركا 30.
في حال لا يوجد فايل مكسور، الفايل لا يدخل باخر التلت الذروي، كيف نتصرف او هل محاضره اخرى؟ ده طبعا موضوع تاني خالص يا دكتور، بس هو غالبا الحاله دي ايبيكالي كيرفد كانال، او يعني بيقولوا فتحه لاترالي، او ممكن تكون ايبيكالي كيرفد. ففي الحاله دي بتحتاج حضرتك تعمل بتصور اكس راي رقم واحد، وبعد كده تشوف الكيرف بتاعك ناحيه فين، وتبدا توجه الفايل بتاعك ناحيه الكيرف ده. حبيبي يا دكتور عبده، ربنا يخليك يا حبيبي. ملي ونص ولا بالنظر؟ يعني مش هقعد بقى نقيس، مش هنقيس يا دكتوره هند، انت اخر 2 3 ملي بتتنيهم كده وخلاص عشان توجهي بس. دكتور، لا ده دكتور عامل منشن، هل في فرق بين الكلورايد السائل او الهايبوكلورايد صوديوم؟ انت قصدك على الايديتا، الايديتا جل والايديتا سوليوشن، في فرق رهيب بينهم. الايديتا جيل يا دكتور مش اريجيشن، مش ماده اريجيشن، هي لوبريكانت بس، وانا ما بستخدمهاش وما انصحش حد يستخدمها، مشاكلها اكتر بكتير من اللي هي هتفيده لك. الصوديوم هايبوكلورايت في لوبريكانت، الايديتا جيل يا دكاتره استخدامها الوحيد اللوبريكيشن، هي لوبريكانت خلاص، هي لوبريكانت. طب ما الصوديوم لوبريكانت فول كونسنتريت من الصوديوم هايبوكلورايت، في لوبريكانت كويس جدا كافي لكل الحالات، فانت مش محتاج الايديتا جيل لانها دايما هتعمل لك مشاكل وليدج وبرفوريشن. اتغلب صعوبة الاوبريشن لو كملت. بص يا دكتورة، في حاجات بنعملها في الجتابيركا نفسها، ان انا عايز الجتابيركا دي تبقى هارد شوية، عن طريق يا اما ترش عليها كحول، يا اما تحط عليها الايس سبراي، السبراي اللي هو الايس سبراي ده بينشفها خلاص كده. الحل التاني ان انت بتسيبي ملي من الفول لينس بتاعك، تسيبي منه ملي وتوسعي فوق الشويه دول بفايل 35 و40، بحيث ان المكان اللي ما بين الفايل المكسور والوول بتاع الكنال يبقى اكبر شويه، فلما اجي احط الجتابركه تدخل اسهل شويه. بس بعد ما توسعي ترجعي الفايل 30 وتوصلي للفول لينس تاني. اتعذبت بجد، ما تستعملهاش ولا على فايل. مش فاهم السؤال يا دكتوره، يعني ايه بجد ما تستعملهاش ولا على فايل روتري؟ فلو استعملت فايل روتري الاوبتوريشن هيبقى سهل، الاوبتوريشن هيبقى سهل، لو كملتيها مانوال الاوبتوريشن بيبقى صعب. تمام. ها في اي سؤال تاني يا دكاتره؟ شكرا ليك يا دكتور ماهر، ربنا يخليك. طبعا المطار مكمل زي ما هو، بس حصل دروب النهارده وبعتذر لكم جدا عليه، وحاولت اعوضكم، وان شاء الله اكون قدرت ان انا اعوضكم يعني. فانا بستعمل الايديتا جيل على فايلات الروتري. لا يا دكتوره ما تستعمليهاش، ملهاش اي داعي خالص. استعملي الصوديوم هايبوكلورايد فول كونسنتريتد، اعملي بيه الريجيشن وادخلي بالفايلات، واهم حاجه ان دايما الفايل بتاعك يكون مفيش عليه ديبريس على الفلوتس بتاعت الفايل، دي من اهم الحاجات، ان الفايل بتاعك الفلوتس بتاعته ما يكونش عليها ديبريس، عن طريق ان حضرتك بتمسحي الفايل بتاعك يا اما في الجلافز بتاعك او بقطنه او جوز، وتمسحيه، تشيلي الديبريس اللي عليه بعد ما يطلع من الكنال، من اهم الحاجات، لان الفايل بيقطع عن طريق الفلوتس، الدنتين بيدخل في الفلوتس، فهي اوريدي لو فيها فلوتس، فالفلوتس لو فيها دنتين فحضرتك كده بتدخلي داخله بالفايل في الكنال تكسريه بس، مش تعملي بريبريشن، لان هو اوريدي مفيش مكان الدبريس تروح فيه خلاص. ماشي يا دكتور احمد، بيقول ما هو ده غلط. ماشي ماشي، احنا قلنا اهو دكتور احمد، ولا يهمك، ما تزعلش نفسك. ماشي. الشكر ليكم يا دكاتره، وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله المحاضره الجايه تكون يعني استعدوا لها، لان انا هتكلم على موضوع مهم جدا لسه ما اعلنتش عنه يعني. ولو في اقتراحات يعني، انتوا حابين موضوع معين، انا عن نفسي بفضل ان انا اكلمكم عن الفايتال بلب ثيرابي، وان انت ازاي تتجنب فكره انك تعمل اندو، لان 70% من الحالات اللي بتجي لك او 60% من الحالات اللي بتجي لك هي اصلا ممكن ما تعملهاش اندو خالص، وما تدخلش في قصه الاندو، وتوفر على نفسك المجهود والوقت والتعب والفلوس والفايلات والقصه دي. معظم الحالات اللي بتجي لك بتكون حالات ريفرسبل بلبايتس، ممكن ما تعملهاش اندو خالص، فانا هكلمكم في الجزئيه دي واعرفك ازاي تعمل ده، لان الموضوع ده شائك شويه ومحتاج انك تبقى فاهم، لان بقى نبقى نتكلم بقى في المحاضره. ولو حد عنده اقتراحات تانية يقول، وان شاء الله اللي هتختاروه هعمله لكم. كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم، وسحوركم مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.